يشارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين في المؤتمر الدولي بشان دور اجهزه النيابه العامه وهيئات الادعاء العام في مكافحه الجرائم عبر الوطنيه والذي بدات اولى فعالياته امس في القاهره تحت رعايه فخامه رئيس جمهوريه مصر العربيه والذي نظمته النيابه العامه المصريه بالتعاون مع منظمه الهجره الدوليه ومشروع مكافحه الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه وقد عقد على هامش المؤتمر الاجتماع السنوي لجمعيه النواب العموم العرب حيث تم اعاده انتخاب الدكتور علي بن فضل البوعنين امينا عاما للجمعيه للمره الثانيه كما عقد كذلك اجتماع نقاط الاتصال لدى النيابات العامه اعضاء الجمعيه مع مشروع مكافحه الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه